بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس تحييكم. إن شاء الله النهارده موعدنا مع اللاعب الجميل المؤدب الخلوق روجيه فيدرر. روجيه فيدرر ده أصل جنسية سويسري، وولد في 8 أغسطس سنة 81، ولقب بأسطورة التنس، ولقب أيضا بالماسترو، لأنه فعلا يعتبر أسطورة، وأسطورة عظيمة، لأنه أنا شخصيا يعني احترم هذا اللعيب، لانه لعيب فعلا مميز ويمتاز بالحرفنه وبالباور. يعني تلاحظ ان هو يملك الملعب من ناحيتين، من ناحيه ان هو بيحرفن في الملعب بحرفيه وامتياز، وايضا عنده باك هاند جميل جدا بيلعب بيه بطلاقه وبطريقه جميله جدا. هو عملاق المضرب السويسري، انا بعترف ان هو عملاق المضرب السويسري، واستطاع فيدرر البقاء ضمن افضل 10 مصنفين على العالم بشكل مستمر منذ اكتوبر 2002، وكان ضمن 20 مصنف منذ ابريل 2001. ويعتبر فيدرر اعظم لعيب كره مضرب على مر العصور. ليه؟ لانه بصراحه بدا احتراف سنه 98. تلاحظ من بدايه الاحتراف بتاع فيدرر ليه ذوق في الملعب وليه طعم جميل جدا في الملعب، ويمتاز بأدب وبخلق رفيع جدا، زائد لعب فعلا بيبقى لعب رفيع ولعب جميل ومميز في داخل الملعب. هو أول لاعب ينجح بالفوز بثمانية ألقاب بطولة ويمبلدون. يعني تلاحظ إن في ويمبلدون، وطبعا الملاعب دي عشبية، ملاعب نجيلة، الملاعب الخضراء، هو يمتاز عليها جدا. خد 2003 بطولة ويمبلدون، خد 2004، خد 2005، خد 2006، خد 2007، خد 2009، وخد 2012، وخد 2017. يبقى اذا هو يمتاز فعلا، خد الثمان بطولات دول في ويمبلدون، يمتاز باللياقه داخل الملاعب خاصه العشبيه، وبيخلص فيها وبيتحرفن فيها بحرفنه ممتازه، وايضا بيرجع على خط البيز لاين وبيلعب على البيز لاين بحرفيه وبقوه وبلباقه. برفع رصيده الى 19 رقمه من بطولات جراند سلام، واحنا قلنا بطولات جراند سلام اللي هم الاربعه بتوع رولان جاروس وويمبلدون واستراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه. ولدى فيدرر ارقاما قياسيه عالميه كثيره جدا ينفرد بها في العصر المفتوح، البقاء في صداره التصنيف العالمي لمده 302 اسبوع، وبما في ذلك كان 237 اسبوع متتالي في المركز الاول. يعني اذا قدر يحافظ على المركز الاول فتره طويله جدا فيدرر بلباقه وبكل، ويمتاز ان كل اللعيبه حتى اللي يجي يلعبوا معاه بيستريحوا في لعبه جدا، لان هو لاعب مميز ولاعب ممتاز جدا، وبياخد النقطه بحرفنه وعليه اس بالسيرف بتاعه ممتاز جدا روجر فيدرر. ووصل الى نهائي ويمبلدون 11 مره، زي ما قلنا في 8 مرات خد البطوله، وكان في حوالي 4 مرات تقريبا بيوصل للنهائي فيهم. واحنا قلنا الخمس ست بطولات، الثمان بطولات اللي خدهم، الثمان بطولات اللي خدهم عباره عن